بيكم في حلقة جديدة من عمايل إيديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة قوي، هنعمل مع بعض النهاردة حلة لحمة مختلفة وجميلة، وهنعمل كمان سلطة المكرونة بالفراخ. تعالوا نشوف إيه هي أول وصفة معانا، وهي حلة اللحمة، مكعبات اللحمة هنعملها مع الخضروات الحلوة. عندي لحمة كباب حلة، بصل مبشور، ثوم مفروم، جزر، كوسة، بسلة وبقدونس، وبهارات اللحمة، جوزة الطيب، مكعبات مرقة خضروات، زبدة، ورق لورا، والحبهان. أول حاجة هعملها إن أنا هجيب كباب الحلة بتاعتي وهحطها، بصوا بقى كده، هجيب الحلة وتعالوا نعمل مع بعض أحلى كباب حلة هناكلها كله in one pot، أو في إيه، في حلة واحدة. يلا بينا. الأكلة دي من أحلى الأكلات، سهلة وسريعة ولذيذة جدا. هجيب البصل والثوم كده، ورق اللورة مع الحبهان، وهجيب اللحمة بتاعتي. بصوا بقى الجمال، وايه هيتشوحوا كلهم مع بعض. يا سلام على جمالها اهو. تعالوا بقى نشوف، هنحط البهارات الحلوة بتاعتنا. الخضرة الجميلة، وإيه هديها شوية زيت كمان خفيف مش كتير، وأبدأ في التقليب. نشوحها مع بعض بشكل جميل. أهم حاجة إن هي الأول تاخد تشويحة حلوة، التشويحة اللي في الأول دي هي اللي بتديني أنا الطعم بعد كده أهو. بصوا بقى الجمال، الله 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 على جمالها، وإيه وحلاوتها، حلوة جدا جدا جدا. أيوة كده تاخد تشويحة حلوة، ولما ألاقيها تشوحت كويس هبدأ إن أنا أنزل معاها بقية إيه الخضار بقى بتاعي، الكوسة، الجزر، البسلة، وأسيبها بقى تستوي على مهلها خالص خالص خالص. بس اديها تشويحه حلوه الاول، تحميره كده كاني بحمرها، ما تستعجلوش عليها، عايزينها تتحمر تحميره حلوه علشان اقدر ان انا ايه اسويها بقى بالصوص الجميل بتاعها اهو. شوفوا ازاي على كل ناحيه كده لحد، الله الله الله، والبهارات ريحتها جميله جدا جدا جدا. تعالوا بقى دلوقتي كده الخضار بتاعي الجميل كده ويستووا مع بعض حلو قوي قوي قوي. بصوا بقى الجمال كله كده مع بعض، وهحط مكعب كده اهو، 2 مكعب بالطريقة دي، وهقلبها كمان تقليبة كده ياخدوا التشويحه. انا عايزه اللحمه هي اللي ايه تاخد التشويحه، فهسيبها كده زي ما انتم شايفين اهو، وبعد كده ازود عليها الايه الميه المغليه بتاعتي. تعالوا قبل ما اطلع الفاصل اقول لكم عملنا ايه مع بعض. اول حاجه جبت لحمه كباب الحله، اتاكدنا تقطيعتها جميله ومظبوطه. عندي الزيت مع البصل، ورق اللورة، والحبهان، ونزل اللحمة أو لحمة كباب حلة. بعد كده هحط البهارات بتاعتي، التوابل كلها مع بعض،
وابدأ أشوحها حلو قوي قوي قوي. هضيف عليها مكعبات المرقة وكمان الخضار زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هحط المية وهسيبها تستوي تستوي خالص. شوفوا بقى كده، بعد ما تكون أخدت اللون الحلو حط عليها الخضار بتاعها وهنقوم سايبينها. تعالوا نطلع الفاصل نجيب مع بعض الوصفة التانية، حلوة جدا جدا جدا، ونرجع لكم على طول، استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف الكباب الحلة شكلها جميل ازاي مع الخضروات والصوص بتاعها الجميل قوي. دي عايزة طبق رز كده، ونخش على طول ناكل طعم جميل، بهارات حلوة قوي 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 معاها. تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هعمل معاكم سلطة سهلة قوي وسريعة جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص، وهي سلطة المكرونة. هنعملها مع الذرة الحلوة، معاها الفلفل الألوان، البصل الأبيض، وكمان معانا فراخ المشوية مكعبات متقطعة، وهنعمل صوص بتاعها سهل وسريع جدا جدا جدا، بتاخدش وقت أبدا. تعالوا نشوف ايه اللي أنا هعمله. هجيب على طول بولة التقديم بتاعتي. بص بقى الجمال، وهحط المكرونة، يلا بينا، مع الفلفل. بصوا الألوان بيدي طعم فظيع في السلطات، بجد نكهة مختلفة وحلوة قوي قوي. والذرة بصوا الجمال، الله الله الله. هنقلب وبعدين أبدأ إن أنا أضيف بقية المقادير بتاعتي. الجمال، والفراخ بتاعتنا حلوه قوي قوي قوي، فراخ مشويه مكعبات ومتبله بالبصل ملح وفلفل، وشوينها بطريقه سهله سريعه وجميله جدا اهو. تعالوا بقى كده هعمل معاكم الايه الصوص، سهله قوي قوي، ما فيهوش اي حاجه. هحط بصوا طرف المعلقه ثوم، ملح، فلفل، وزيت الزيتون. بصوا سهلة 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 اهو كده، شوفوا الجمال. وبعد كده هنحط رشة مية بسيطة جدا، بصوا اهو، بس ان انا ادوب مع الزيت كده، وايه انزل كده، وابدا بالخلط اهو زي ما احنا شايفين، كله بقى مع بعض كده. الله 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 على الجمال اهو. اهم حاجه كله يخش مع بعض. بعد كده بجيب الفراخ بتاعتي المشويه، بتتحط على الوش وبتتقدم سلطة سهلة خفيفة سريعة. تعالوا نشوف عملنا ايه. اول الحلقة اول حاجة عملناها كانت لحمة كباب حلة في حلة واحدة. بصوا الطعم والشكل مش عادي في الجمال. حطينا معاها بصل وتوم وشوحناها حلوة قوي قوي، معها ورق اللورة والحبهان والبهارات الجميلة وجوزة الطيب. وبعد كده حطيت معاها الخضار بتاعنا الجميل مع المرقة، وحطينا على طول المية علشان أعمل بقى أحلى صوص ليها. وعملنا بعد كده مع بعض سلطة، سلطة جميلة جدا، سلطة المكرونة. دي وجبة كاملة مش محتاجة أعمل جنبها حاجة، مكرونة معاها الخضروات الحلوة، الفلفل الملون، البصل، وكمان الذرة الحلو، وحطينا معاها تتبيلة سهلة وسريعة، زيت زيتون، و طرف المعلقه طرف المعلقه من الثوم، ملح وفلفل، شويه ميه بسيطه قوي قوي عشان اقدر اقلب الصوص، ويتحطوا مع بعض. وعلى الوش الفراخ، الفراخ بتاعتي بجيب صدور مخليه وبتبلها بميه البصل مع ملح وفلفل، اشويها وبقطعها مكعبات وتتحط على الوش. اكله جميله جدا كامله متكامله. اتمنى يكونوا وصفات سهله سريعه، جربوهم دايما وابعتوا لي على صفحه البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفره على انستغرام، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا.
Thank you.